وحشتوني كتير، بقالي فترة متغيبة عنكم، والفترة دي اتبعت لي أسئلة كتير جدا. إن شاء الله الفترة الجاية هرد على كل الأسئلة دي. حلقة النهاردة هتتكلم عن لدغة حرف الكاف. في أطفال كتير عندهم لدغة في حرف الكاف، مش الريه بس. حرف الكاف ده بيخرج من آخر الحلق زي حرف الجيم والقاف، وغالبا الطفل اللي بيبقى عنده مشكلة في حرف الكاف بيبقى عنده مشكلة في حرف الجيم وحرف القاف، لأن التلاتة دول أو الحروف التلاتة دي أو الأصوات التلاتة دي بيخرجوا من نفس المكان. أغلب الأطفال بتحول حرف الكاف أو بتبدله بحرف الت، زي مثلا كلمة كورة نلاقي الطفل يقول تورة أو دورة، يعني لا إما يخلي حرف الكاف دال أو ت، بيستسهل إن هو بيخرجه من طرف اللسان. طب انا دلوقتي عايزه اعدل له حرف الكاف، هعدلها له ازاي؟ انا كاخصائيه هقول لك الشغل اللي احنا بنعمله للطفل جوه الجلسه، عشان انا اصلا هدفي في القناه هنا ان انت تكوني اخصائيه تخاطب. طبعا احنا اتفقنا ان الطفل بيستسهل، بدل ما بينطق الكاف والجيم والقاف من اخر الحلق، لا بيبدلهم ممكن بحرف الدال والت وكمان ممكن الطاء. طيب دلوقتي انا عشان اخليه يبدا يستخدم اخر لسانه، احنا لاحظوا كده معايا، لو انتوا بدأتوا تقولوا حرف الكاف شوفوا لسانكوا بيحصل فيه ايه. بيبدأ اللسان بيحصل له عملية التواء او انحناء لأعلى عشان يخبط في اخر سقف الحلق، وبالتالي يبدأ يخرج حرف الكاف. الطفل ما بيبقاش عنده القدرة، او بعض الاطفال ما بيبقاش عندهم القدرة ان هم يقولوا الحرف بالشكل ده، فطبعا بيستسهلوا. دوري أنا بقى كأم أو أخصائية تخاطب إن أنا أساعد الطفل في تثبيت طرف لسانه عشان ما يستخدموش، ما يبدأش يقولي تورة تورة، لا. في الحالة دي أنت المفروض معاكي الأدوات بتاعتك. إيه هي الأدوات اللي المفروض أستخدمها؟ هقولك حالا. أول حاجة شايفين دي، مش عارفة كده ظاهرة، أهي أهي شايفين دي، دي مجموعة من الستيكس أو من العصيان، بيسموها خافض اللسان أو رافع اللسان. لازم يكون عندك المجموعة دي، لأن أنت كل مرة مجرد ما بتستخدمي واحد هو بيترمي. أنت بتبدأي دلوقتي تجيبي اتنين في الجلسة، وتبدأي ليكي أنت واحد والطفل له واحد. لإما أنت تخليها كلعبة وتقولي له بص أنا بعمل إزاي كده، بتدخلي طرف اللسان كده تثبتي ان هو ما يتحركش. عملتي دي، وطبعا ما تضغطيش، يعني انت ما تضغطيش عشان هو ما يخافش ويبدا يتالم ويحس ان دي حاجه مزعجه. اصلا ده اول ما بيخرج الطفل بيبدا يعيط ويحس ان هو راح عند دكتور وهيحصل حاجه تخوف، فلا ده لعبه، الله احنا هنلعب بيها، دي جميله خالص. طب تعالى كده بص انا بحطها عشان تطمني في الاول. لا انت بص دربي وريه ان هي ما بتاذيكيش. الله بص دي مش بتوجع خالص، دي جميله، بص انا بحطها زي على بقى. تيجي تجرب اهو. الاول هتعملي له عمليه تهيئه ان هو يبدا بس يلمسها على بقه ويحطها على شفايفه، بعد كده نبدا نطلب منه يلا افتح بقك ويفتح بقه. اها بس انا مش طالبه منه اكتر من كده، ان هو يفتح بقه ويحطها على طرف لسانه. حسيت ان الطفل تمام معاكي ومش قلقان ومش خايف، لان في اطفال بتبقى مرعوبه بجد، انت ممكن بس السيشن الاولاني انت بتطمني لدي، بس بعد كده خلاص هو بدا يحطها. يلا نعمل كده. انت بقى ايه واحد بقى انت مثبتاه للطفل، لا اما تديهوله هو بيعمل زيك، فانت دلوقتي هتحطيها عند الطفل وتقولي له يلا اعمل زي ك ك. عارفه لو طلبتي منه ان هو ينطق حرف الت مش هيعرف، فهيضطر يقوله كاف، لانه هيضطر عشان يقوله هيعمل الحركه اللي قلت لك عليها اللسان ان يحصل لها عمليه انحناء ويبدا يصدر حرف الكاف. فجربي معايا كده انت وانت معايا دلوقتي كده اهي ك ك ك. معرفش اطلبي منه، هو احنا دلوقتي بنصدر حرف الكاف، معرفش قولي له قول ت ك، فهتلاقيه اوتوماتيك هو مش عارف يطلع طرف لسانه، فهيقوم صادر الصوت حتى لو شبيه بالكاف من اخر الحلق اهي ك ك. بعد كده هتبداي بقى تقولي خد بقى انت امسك يلا معايا قول حرف الكاف. يلا نعمل كده كا كا كو كو كي كي، يعني هيقول حرف الكاف بالفتح والضم والكسر. وصلنا للمرحلة دي، نبدأ ندخل حرف الكاف
في كلمات، بس عايزة أقول لك قبل ما ننتقل لمجموعة الكلمات ونبدأ ندخل حرف الكاف في الكلمات، في طفل ممكن يخاف جدا وفعلا يبقى رافض منظر الاستيكس الخشبية دي أو خافض اللسان، فخلاص انت احجبيها خالص عن عينه وما توريها له. هتبدأي تستخدمي حاجة تانية وهي الجلوفز. هتبدأي تلبسي عادي الجلوفز بتاعك من غير ما يشعر، انت داخلة الجلسة وانت أصلا لابساه عشان ما يحسش ان احنا هنعمل له عملية أو ان هو يخاف. هتطلعي جلوفز وتبدأي تلبسيه عادي وتبدأوا تقولي له انت بقى خلاص، انت ايدك هي بقى خلاص خافض، انت بقى تستخدمي ايدك او صباعك وتحطي تثبتي طرف اللسان بايديكي كده، كا 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 كي كو بايدك. طالما الطفل بيبقى خايف من، وفي اطفال كتير فعلا بتخاف منها وحقهم بصراحه، لان ساعات بترتبط العصيانه الخشبيه دي او خافض اللسان بتجربه بالنسبه له مش لطيفه، راح لدكتور حصل له الم فهو مش عايز يشوفه، فالبديل بتاعنا زي ما اتفقنا هيبقى الجلافز او الجوانتي، وانت تبداي تستخدمي ايدك في الشغل. هتبداي دلوقتي تدربيه زي ما قلنا الخطوه الاولى انه يحاول يقول حرف الكاف او اك او ك او يعني يحاول يطلع حرف الكاف، ما عرفش خلاص ووقفه خالص الدنيا معاه، اطلبي منه دي الخطوه الثانيه ان هو يبدا يقول حرف الت. هيبدا اوتوماتيك يبدا يستخدم اخر لسانه زي ما قلت لك. طيب دلوقتي بقى المفروض هنعمل ايه الخطوه اللي بعديها؟ ابدا انا تدريجي ابدا لا اما اسحب المساعده او الوسيله المساعده دي اسحبها تدريجيا من طرف اللسان وهو بينطق، فبالتالي هو هيكون مثبت لسانه فوق فهيبدأ يقول الحرف بدون خافض لسان، او كمان لو انت بتستخدمي الجلوفز هتبدأي تدريجي تسحبي ايدك من طرف لسانه وتبدأي تخليه هو يعتمد على نفسه في التواء لسانه في الاخر وان هو بيقول حرف الكاف لوحده. الموضوع بسيط جدا وما بياخدش ثواني لو فعلا الطفل استجابته عالية معاكي، وبالتالي هياخدها لعبة، كل مرة هتلاقيه هيحط ايده هو بنفسه، لو احنا لسه في السيشن او الجلسات الاولى هيبدا هو يحط اصبعه ويعمل ك ك ك، وانت لازم التشجيع والتسقيف وكل حاجه. طبعا الادوات دي بعد ما بتستخدم بتترمي على طول، ما ينفعش تستخدميها تاني حتى لو طفلك انت شغاله معاه في البيت. هبدا بقى خلاص، احنا بنلعب، احنا دي سيشن لعب مش جلسه بقى تعليميه، لا احنا بنلعب. هتبداي دلوقتي تدخلي حرف الكاف في كلمات، في اول الكلمه وفي نص الكلمه وفي اخر الكلمه، وبعد كده تبداي تحطي الكاف في جمله متكرر فيها حرف الكاف اكتر من مره عشان تاكدي ان قدره الطفل عليت خلاص على نطق حرف الكاف لوحده وفي مواضع مختلفه. هتيجي تقولي لي طب حرف القاف والجيم ايه محلهم؟ انت تدريجيا او تلقائيا هتلاقي ان الحروف دي اتعدلت لوحدها بمجرد ان انت عدلتي حرف الكاف، فحرف الكاف هو اصعب اصلا الحروف، ولو اتعدلت خلاص الحروف التانية سهلة جدا. وهتلاقوا على قناتي فيديو برضو للدغة بتاعت حرف الراء، او اللي بيبقى الاطفال اللي عندهم مشكلة في نطق حرف الراء وما بيعرفوش ينطقوها كويس، هتظهر دلوقتي في علامة الاي، ممكن تقدروا تدوسوا عليها وتروحوا على الفيديو تشوفوا ازاي برضو عدلنا حرف الراء بطريقة سهلة جدا ومش هتشوفوها اصلا في اي حتة الا عندي انا، والحمد لله اثبتت نجاح في حالات كتير جدا. هنيجي بقى للمرحله الاخيره ودي اهم مرحله، وهي ان انا ابدا اخلي الطفل يركز في كلامه. يعني انا خلاص احنا عدلنا والدنيا تمام، ما ينفعش او ما فيش حاجه اسمها ان هو جوه الجلسه بينطق الحرف كويس جدا ويجي بعد ما الجلسه بتنتهي خلاص هو بيتعامل عادي تاني. خلاص اتاكدتي تماما من جواكي ان طفلك عنده القدره ان هو ينطق الصوت ده، طب ايه الداعي؟ لا يبقى هو بيستسهل او هي اصبحت عادة كلامية، هو اتعود على طريقة نطق الحرف بالطريقة دي. طالما احنا اظهرنا القوة او القدرة خلاص نبدأ نستخدم دي، خلاص اسمها ايه؟ الممارسة. احنا بنمارس الكلام في حياتنا عموما، وما احنا بناخد جلسات ليه؟ مش عشان نتكلم صح في حياتنا، فما ينفعش ان انت تسمحي له اطلاقا بالغلط، بيغلط ويقول الحرف غلط مش مرة تصلحي ومرة لا ومرة لا 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 لا، خلاص احنا عدلنا، فانت نفسك وقفي كلامه، ها ايه ده قولها تاني كده، مره على مره هو هيبدا خلاص مش هيحتاج ان هو يقول الحرف غلط.
هتلاقي فيديوهات كتير على قناتي بتعرفك ازاي تعدلي سلوك طفلك، ازاي تتصرفي مع سلوكيات طفلك في مواقف معينة، طفل زنان، طفل بيعيط، طفل عنده توحد، طفل عنده فرط حركة، تشتت انتباه، طفل عنده ذاكرة السمعية والبصرية قليلة، طفل بينسى كتير. الحاجات دي كلها هتلاقي فيديوهات جوه قناتي هتساعدك جدا في علاجها وبأسهل الطرق وفي وقت قياسي. فأتمنى ان انتوا ترجعوا للفيديوهات دي وتشوفوها، هتساعدكم كتير. كمان في الشورتس عندي، او هتدخلي على القناة عندي هتلاقي فوق كده في حاجة اسمها شورتس او الفيديوهات القصيرة، ادخلي عليها بتديك المعلومة السريعة برضو وهتفيدك في حاجات كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوني، ولو عجبتكم الحلقة ياريت تكتبولي تعليق يفرحني. معاكم بسمة حسين، اخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات. أشوفكم على خير.